بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكونا حجرني شاكذي أما قصدي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها إيو قصة الإفك بين أبورتك لغو بين أبورتي. وحن كوي استغني إنه عليه الصلاة والسلام ويري علي رضي الله عنه وأرضاه بن أبي طالب أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما ويري ومركا وكلت شنيو وحي موسى نمان وكلت شنيو أرن كان حاجة عائشة كسوة كرورتي أرن كان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أسامة بن زيد وحكوا لي بالي يا رسول الله خير كاغا أنا والله ما كنت أرتد أنا خير موية وناك لكم أوهم أنا أقول قبلنا قبل خيارة وأهل دينة وقيمة بضن وحسن السلامة بانكو أقولهاي وحن كلا تول لو رجينا يا بنت عن سوق الصعط وحن صعدا أنا وحقولنا نقول يا وناك موي حماتكم أرك إيه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه رواية وحي ليهن لم يضيق الله عليك وحر إله عليكم أجرين والنساء سواها كثير تمر فربان باجود هذا تقول ربطه وحوري وحور وسأل الجارية مركو حال الجبر ير أو يدو أذيك جرتي نعسلا وحور علي وعلي وحوري رسولك إلهي قبرنا بالوريسو وحي جري كوشود إلا قفكم حال مركو قرو يسو وجوغو وحوري هاي يوم مركو برنا كتغانا وطغا نعسلا مركا قبرنا مركا لجوكتو وبريرة بريرة وقبرنا محال مغيث وقب جري بريرة هير كودي بعد ذلك لحابة وحكونا وكحرين ناي سقال وقيدو الدهب النوكين وعايشة يوتيوب وحتى أنا كان بحناي لكن وحتى ولا أنا قاعد أسكره نسلام بو إيش هيك تقولي كم بيحبوني نكي حرية أسكره نسلام تيجي خد بيوري ما حد يدات شردينا يا شردي عن دين تقولين مركب ودي بريدة ولويري وحلوي هل رأيت من شيء يريبك وحر وحكو شكيك ليا وح عدرينته وح خلاص مياد محل الله أرقتي عايشة قولي وحيت بريدة رضي الله عنها وارضاه لا والذي بعثك بالحق اللي ابن مكو قصة صار أنا كل عرته رسولك إلهي وأنا عايشة وحماتكم أنا راق إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها أنها عليها أكثر وح كتري حديث عن وحوري أنها جارية حديث سن وحنا دا وحلو عبينا يو أكلية ويعني إينا أو شيء كرو وقبر دا يروي تري تنام وحنا عن عجين أهلها فيأتي الداجن فتأكله فيأكله وحيت الهبينك عجينك الهبين للضبورة بي أصوف إذا ما يكتكتا مرق صبيحي وحوري دقاقة إيمانة مدورة إيمانة سعونة سيتري وحوري وحا سمحال موية وحا موية أنا وحيت الوح كانت عايشة رضي الله عنها كما أنا أركن ناسة صلاة مرقو إستاغي مسايد كيبو كو إستاغي مدي وحكاد البي وروحي نكان عبد الله ابن أبي وصلوع قول الله يسوى كبير المنافقين وحي وحكم يرقي محل بانتان يحارنتان فيه بكم ديال وهرجوك وحاو كويري ور نكان يا ايقا عذر داراي وحوري ننكا كان عني رير كيغا يا قوري كيغا يا حاس كيغا وناك موي وحكا لكم موي ننكا رير كيغا واي ودي بي يا ايقا ننكا ايقا عرشادا ونبكا ونوها ينقدايا وحوري وحو شغيم كشغا نمان نين عن وناك موي عن وحكا لتاعنا كوغين ولي سقوري يمسو قرين إلا أسقو إلا سعودة موي نسعى بي الله سعد المعاد يا استاذ رسول الله انا قال كاغ عردار ريبوري حدي وحو اوسي هينا معنا قبيل كم حال سعد بن معاذ وحو لقطا قرفينا حدي ولا عليه المحل خزرج يهينا حدي امرتنا اذن امر يونيكا ابالكي سان مريننا سعد بن معاذ رضي الله عنه وعلاه نين كلا استاغي اسقونا محل خزرج او سعد محل الله ابن عباد الليل سعد بن معاذ سعد بن معاذ من وقسم من اوس من اوس وين مركز يوري بين بعد شكتي نينكاسي محل الله حقا حمية قشي قبيالات باق قشي مركز يوري نينكا متى بان كرتيد نينفي عمبو عاشر نينكا نينفي عمبوها لكن حمية يا قادي قبيالات باق قادي هذا حاصل وركي محل الله حقا ويارد تاق تاق مي وسيد ابن حضير ومركز أساق الله شيء سعد ابن عباد سعد ابن معاد ومحل الله خزر جا أوصى ما ورجي ذا أيا استغيوري أسقنا نكي بورديي الحاصل حوغا مركب حال الله هذا البار سوت طوري مرافق باتاي مرافق كدو دي ساي مركب لبدي رهير او سي خزرد با دخدودي كتلنتي والعيال محل الله من عسى السلام با مركب ما مركب ساران با سو دغي وا امسيي مركب وحا ويان ماشي با لو كلا تغي
qofkii bin aadamka mararka qaarkood soo akhyaara ahlu diina sharaf badan baa laga yaabaa inay inuu shaydaan usoo dhuunto qabyaalad iyo balaayo iyo maxaa lahaa uu soo dhex geliyo caaisha waxay leedahay habeenka waan ooyey maalinta waan ooyey habeenkii waa ooyey wuxuu yihi ilin iga imaan mayso hurdo iga imaan mayso ulin iga soo deg mayso labadii aabe iyo hooyo hooyadeed iyo maxaabeed oo ag fadhiyaan laba habeen ma haddana ooynaaya bay tiri iyo maalin oo wuxuu yihi aanan maxaa lahaa hurdo aan iga imaanayn wuxuu ilaa aan marnay bay tiri inuu ooyin daraaddeed beerkeega uu googo'o iyadoo waxay tiri aan meeshii aan fadhinno oo aan ooyaayo ayaa naag aan saara noo timid way inoo soo gashay iyadoo way fadhiistay way ila ooysay bay tiri annagoo sidii u fadhinaa oo aabaheed iyo hooyadeed iyo nisaantii ansaar ay fadhiyaan baa nebi calayhi salaatu wasalaam uu noo yimid waana salaamay wuxuu yidhi waa intaa ayaamaan asaawaagii hore xaggu iga fogaan jirin sanad dhan buu maxaa bil dhan baa maxaa la xoogaa aan ka dareemay maxaa la inuu yaga iga fog yahay kadibna ilaahay buu mahadiyey tashahud buu sameeyey markaasu wuxuu ku yihi caaishay kolley waa kusoo gaareen wixii kusoo gaaray wara haddii aad beri tahay oodan dembi sameeyin ilaahay baa ku beri yeeli doona haddii ta ibn aadam baa tahay aad khaldantay ilaahay dembidaaf weydiiso ilaahay u tawba keen oo ilaahay subxaanah wa tacaala hadduu addoonka dembi waa aqoonsado rabbi subxana wataala dembigiisa waa dhaafaya maxaan iska caay bnaadam qof ibn aadam baa tahay haddii khaldantay maxaa ladhahay ilaahay u tawba keen ceeb kuma jirteen waxnasaa markuu sidaa u hadlay waxay tidhi ilintii waa iga go'day waxay tidhi ilintii maxaa ladhaha iga go'day aabihii baa waxaan ku yiri aaba u jawaabnay alayhi salaatu wasalaam abubakr wuxuu yihi oo maxaan ku jawaabaa aniga in jawaab ma hayo hooyaday baan la hadlay bay tiri waxaan dhahay tiri ajiibii rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam hooyoy nabi alayhi salaam warsii u jawaab markaasay ku tiri maxaan ugu jawaabaa ilaan war ma hayaane maxay ku jawaabaan walidaalika waalidka daima maxaa ladhahay waalidiinta markay gabdhahooda guuriyaan ama sidaas oo kaleta waalidka waxa fiican inuu hubsado uusan iska boodin markaasaa waxa ay tiri waxaan anig ku hadlu waa garan waayey bay tiri marka gabar yarna waan ahay bay tiri maxaa lahayay laa aqra'u kahiira qur'aan badanna weli aanan xifdinin bay tiri waxaan ku yiri bay tiri warkaan waad maqasheen oo waa idin galay warkaan oo suuqa lagu sheegaayo weliba waad rumayseen bay tiri ilaahayna waa ogyahay inaan beri ahay oo maxaa lahayay oo aanan waxba geysanin soo garamaysid ilaahayna subxaanah wa tacaala waa ogyahay inaan beri ahay oo maxaa lahayay maxaa lahay haddii xataa aan maxaa lahay idi haddaa idin dhaho anii beri baan ahay i rumayn maysaan oo warka qaadan maysaan haddaan dembi aanan lahayn isku sugana waxa weeyaan waad rumaynaysaa subxaana allah dadku maxaadadka inta badan qofku mararka qaarkood meelaha hadii dulmiga uu ka jiro qofku waa la ciqaabayaa waa la dilayaa waa la tumayaa hadhow dembi uusan lahayn buu aqoonsanayaa lakiin caaisha waxay leedahay haddii xataa wuxuu yihi aan aqoonsado gudembi aanan samaynin waa rumaynaysaan walaakiin waxay tiri maa ajidu lakum maala ila qowla abi yuusuf fasabru jamiilu wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun xataa waxay tiri nabiylahi yacquub magciisii waa iigooyey abu yuusuf abu yuusuf wey nabiylahi yacquub fasabru jamiil markii wiilkiisii la waayey layidi maxaa ladhahay fasabru jamiil markaasaan dhinaca kale ayaan u leexday bay tiri oo aan u seexday waan ogahaytay anoo maxaa ladhaha inaan maxaa ladhahay inaan beri ahay marka waxaan danaynayay bay tiri inuu ilaahay subxaana wa tacala salaam uu tuso riyo uu loogu sheegayo in caaisha radiallahu canha wa ardaha ay beri tahay oo wax dembiya ayan lahayn wallaahi waxay leedahay maxaa ladhahayay nabi salaatu wasalaam isagoo meeshii fadhiya ayaa waxay kusoo degay buu yihi korkiisoo dhan waxa weeyaan dhid aada u xoog badan ayaa kasoo degaatay bay tiri kasoo maxaa ladhahay dareeray markaasay tiri hadalkii ugu horeeyay calayhi salaatu wasalaam ugu horeeyay ee uu ku hadlay waxay tiri wuxuu yidhi yaa ciisha amaa wallaahi laqad bara'aka illaah ilaahay baa maxaa ladhahay ku beri yeelay oo cudurdaarkaada soo dejiyey markaasay tiri bay tiri hooyaday u istaago nabi calayhi salaatu wasalaam markaasay tiri ilaahay subxaanah wa tacaala keligii unbaan u mahad celinayaa markaas ilahay wuxuu yidhi ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu shara marka aayadkaasaa lagu soo dejiyey oo toban aayadooda oo maxaa lahayay
وإلهي سبحانه وتعالى وكبر يلي واحد جثرين أرجي مستحي من أثاث ونعرف أن أبو بكر أحبرتي هذا الشيء ورقول أبو بكر كون ولا ومر كان أبو بكر نكا أنا وحكم إذا رقي بيت فافيه أبو بكر وحكم دارتي مرك إنه راشين كي يدغالي وسينجري كيقوي إلهي وحسود الجي ولا يأتري أولي الفضل منكم والسع أن يؤتوا للقربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا مركو حالي ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأفيه وقرقي وكسعدي مركا سي عائشة رضي الله عنها وأرضاه وحيلاذي ولا شأني في نفسي وحيت نفته إذا ويكحق رب ظنتي يعني إنه إلهي سبحانه وتعالى ويقصد دجي آيات تطلع إلى يوم القيامة أو لقبرية لي مركا عائشة رضي الله عنها وأرضاه ولقبير أبورتي إلهي بابرية لي من فوق سبع سماوات أهل العلم وحيليه نكي عائشة مركو إلهي برية لي كذب حماتي كشغة وأن الله بيني كتاب كيسي بيني وصومان عليه الصلاة والسلام وبيني ولذلك وحوين إلهي بأوحلي عائشة بري واي دم بمالي أدوح الله هاي ربي وركا مجره والعياذ بالله إلهي نقمص على ذا بس ها مركي أريتها هاي دعضي من بركو فولي وأخذ بها أخرية لو أن يمحى الله إسلام دمرا أيونا الصلاة والسلام جيد لي أو قراعي أو معنا حد الفرية لقى أوي مركي انت حصرنا مركي وحوين وحيد سنيسا فضلك يا وناقة يا شرفك عائشة رضي الله عنها وارضها إلهي أوسيي ونعسة والسلام أما إلهي سبحانه وتعالى ومن فوق سبع سماوات وإلهي سبحانه وتعالى أكبر يلي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضها وقبلها قيمها بضن له عائشة رضي الله عنها وارضها وقبلها شريفة ده عائشة رضي الله عنها وقبلها نعسة السلام أم الحظيم وحيد عائشة رضي الله عنها وارضها وقبلها وأبو بكر صديق ودلعي سبحان الله وإلهي سبحانه وتعالى شرفك إيه وناقاس إيه كقيم حال الله إلهي أوسيه ولذلك إلى حتى ذلك إلى أهل العلم وإليهن أبو سلمة عبد الرحمن وحوليه ما رأيت أعلم بسنن رسول صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتج إليه ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريت من عائشة وحتى ما أوقي قف كأوقان بضن مع نعسان سنن كيسة وكفقي بضن محال عائشة رضي الله عنها وحي لو باهدو او كا اوغان بدن ايدها قران كمشي كوسو دغين يا فريضه محال الله وان عائشه رضي الله عنها وارضاها عائشه رضي الله عنها marka boqolal ama kumaan kun ahadiisa ayay nabiga kaleey salatu wasalam ay kuurin عائشه رضي الله عنها وارضاها مناقبتها iyo sharafkeeda iyo wanaageeda wax la soo koobi karo ma عائشه رضي الله عنها وارضاها ولذلك وحكد ناس دمر ناس السلام مركو دنتي عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه سنه الواحد كان يجري عائشه رضي الله عنها مناقبتها وحل سوكوبي كرمها ولذلك كل ما انت معنات اعداد فرطم قلت احاديثها حداد فرطم حال الله كتبت فقهيه وحويان دائما وابدا وعلي قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها واحد قبر جواده او قعنفر قبر واحد اهيد او وخي سو غاره ددك مساكينته او قيبيسا ولذلك عبد الله بن زبير وهبرين اي واحد و خله لو دمر ولي ايمان اركي مولاي او كسخني مبدن عائشه رضي الله عنها وارضاها وحيال ايام كل لا وريو وحال المالن يدو سومن با معاويه رضي الله عنه وارضاه 200 او كن او درهم بو سو دري 200 او كن او درهم بو سو دري مر غبدي جا واي سونيد بالي غبدي جاريد شقين سويتي واحد لي كان كان كيشد كخلو لعقتان معالا كيشش كان كخخر مركي دمهيساي markii lagu xiray baytii qaado heblaay u geey heblaay u geey heerka u geey heerka u geey markii maqribka la gaaray way soomantay markaa wadii waxay ku tiri yaa umul mu'miniin hadaa xogaashi labadoodash dirham looga reebireed oo aan hirib ku soo gadan lahayn oo maanta ku afurleen aad baa u fiicnaaleen markii aan maxaad igu sheegi weysay maanta dhan waa soonayd wixii loo keenay way bixisay radiyallahu anhu warda wariga inta waxa ka sii daran baa leen markay gabadha wax u dhiibto waxa tirada dadku markaad wax u geyso noway dhageyso waxayna oranayaan haday yiraahadaan jazaakumullahu khayran annagu raw haday noo duceeyaan annagu raw u duceeyna si ajirkeeda uu noo baaqin noqdo waxay hata aaminsan tahay in hadii loo duceeyo ajirkii uu nuqsaamay markaa waxay leedahay annagu raw u duceeyna si ajirkeena uu noo baaqdo aashir radiyallahu anha wa ardaha in gabadha qiimaha badan leh nabiga cusub sallallahu alayhi wasallam ahadiisa badan ka warisay waxay geeriyootay iyadoo 40 iyo 8 ama iyadoo 18 jirta hadii aan aan waardaha waxayna ka mid tahay maxaa lahay lagu aasay magaalada Madiina ee Baqiicul Qarqad marka gabadhaasi oo Aisha umul mu'miniina zawjata nabiyina alayhi salatu wasalam fi dunya wal akhirah a'lamu nisaa'i hadhihi al umma naagta ugu cilmi badan oo qiimaha badan leh ee sunanka
يوناجاسي جعل كذا ولا جعلاه وإيمان يإسلام نمو يوناجوا يذا وحلا غشوا أول عبايو وقال نمو يمنافق نمو يدين كمحوي مركب هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كواس وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام الله الله إن هذا الحن وقيمة درا أتقبل ناسي أكثر إلهي وحورسينا ما أنت قيامه في دار كرامتي ومستقر رحمتي إنه عايشة ينبغينا يا صحابياتك يا صالحاتك وإلهي نقول كل ميو إيه هذا الله دد خيارة أي وريين ولقى وري بالحقة عنك إراهو أبو برد ابن أبي موسى عن أبيه موسى أشعري وحوليه ما أشكل علينا أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قط فسألناه عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما أبو موسى أشعري أو صحابي جليل كعبد الله بن قيس وأشعري في اليمن وحولي أنه الصحابة هذه مسألة دينية علمية أي شك نقشه عائشة الله رمان أتك جرني إذا أبتد علمك هذا الجري إلا عائشة الله بيلم حاسكي ساعد مسروق وحولينك عالمكها رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض وحولي رقي صحابة أكابرته هو أوينا وحول علم الفرائض كما كان يبقى هذان عائشة اللو تقي جري ولو يدين جري بيلا سبحان الله عروة بن الزبير نكي محالة محدث كوينا وعبد الله محالها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أي هبرير تقوتها وحن فيها أسماء بنت محال الله أبو بكر تابت أبي بكر صديق زوين عوام بعد اللي كان وحلي ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا فرائضه وحتي وحير ما أنا أرك قف كذا قوم بعلمك إيه فرائض كيسة ولا بحلال ولا بحرام وحن قف كذا قوم وحي حلاله إيه وحي حرامه ولا بشعر حتى قبل بيلده ولا بحديث العرب شيء كذا عربي محال الله كقيمة بدن ولا بنصب من عائشة حتى وحتي وعائشة عنها أقوم بدل ما يقولها نصبك وحي أقوم بدل أقولها محل لها دتك محل لها أخبارت حكايتها دتك عرفت محل لها قولية مركة العروس زبير وحليه ما رأيت أعلم بفقه وحليه ما أنا أركن قف وأقوم بدل حق فقه ولا طب يا محل لها داوينت ولا شعر من عائشة قبل وكاقو من مرك وحلا ويديه وحلا يري عايشة قرني علم الحديث يا قرآنك يا سنة يا فقهها اللي الناس الآن بعد حاس كيس هيدا إن أتكبر ورجع ساسا كم قش شيء أو كل شيء قرني وحلا طبقة يا عافي ما عندك يا دواء ولا واحد تري تأكل برا تبالي واحد تري نبعث سطوة سلام تد ما بانجري هربادية إيمان جري مرة سلام بقول شيء جري مرة لو شيء يعني يسنج جري ويتري إلا أنك هرب بعديها إذا الخاطر بيلاه هنا وده خاطر بعديها وده كدوية مركب حي تري محل الله إيه عندك سنجري إيه عندك حفيدي أو بطل معنا قبل فاهم هذا وعقل هذا وفهم يسوي وحولي أبو عمر عبد البر سيد محل الله إمام المغرب أي مدر المغرب كم ذا وحولي مع عبد البر إن عاشت كان وحيت وحيت عصرها في ثلاث علوم وحولي سد علمي عايش له قبل له وانجري علم الفقه فقه ويحكوا تعلقه وعلم الطب عارف ما تقول يحكوا طالقة إيه وعلم الشعر قبل يحكوا طالب وحوي أبو الزناء أبو الزناد وحليه أبو الزناد ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة وحوي عروة المزوير نين كورين بذا حق شعر قبل ما أركبه فقلت له وحنا كوري ما أرواك وحور معنا قف كهدر أو ساء وحور نسوا الله يا بره مركز وحوي قال ما روايتي في رواية عائشة ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه الشعر وحور رواي وحور قبل أن كل شيء قال يكن عايشة دي الله بنيكو وحور كي واحد نقول ماي سمعت عايشة واحد والبو سودة أما إيش أكين إيش قبل بيت بني جتي المحل وش دري شن جتي إمام محمد بن شهاب الزهري نك عالم كان محدث كان وحلي لو جمع علم عائشة بعلم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء كان علم عائشة أكثر وفي رواية الأفضل وحور هدي لك كل ميو علم عائشة سلام أي كبرتي يكوي زوجات عليه الصلاة والسلام يضمر كي أو نم هذه الأشياء ضروري علم عائشة يا فرمضان وحولي أيو ليه رحمه الله تعالى معاوية بن أبي سفيان وحاوكوي نبا وحاوكوي يا زياد أي الناس أعلم زياد ابن أبيه وحنفل يا أبيه بعد علي ومحال الله ألحقه بنسب أبيه مركز زياده تذكي أقول علم ذنبه
مركز يقول أنت يا أمير المؤمنين ويربا يعني صح أبو معاوية عالم واي ومن ذلك وحي قرآن واي لكن هو لقى علم بدنية مركز يا أمير المؤمنين أنا يقف هذه كعلم ما بأركن مركز يا عزيم عليك مركز يقول تماني وحوري هي وعيارنا توا هذا الكائن نبوي مرة بينا علي مجامل يسوي ترى هذا مركز يوري أما إذا عزمت علي فعائشة ويقول هذا الكائن ما يسوي وح عائشة كائن ما ذمجرو عائشة كائن ما ذمبولي سبحان الله محمد بن عمر وحلي ربما روض عائشة القصيدة 60 بيتا والمئة بيتا وحليا إني حلمر ورسول محلا قبل محلا لحذر إلى بقول محلا بيت ككوبن عضاي بن رباح وحلي كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة واحد عايشة واحد نكم حق فقه وقي ما بظن دتك وقع قوم بظن بهد ولما دتك محل الله قاب عامد الله لنا قبيح وحكوت على لغة واحد يقف وهو لا بظن بهد بيقوله إمام الزرقاني وحليه في شرح الزرقاني وصف فتح الباري إن أن عائشة كانت فقيهة جدا حتى قيل إن روع الأحكام الشرعية منقول منها عنها وحليه عائشة العلم قد ماشي وقاري وحول أحكامته مركز اللوقي بيأفر ميل هل ميلو كم إذا وحالي ربع هذا عائشة لقسو قوريي إمام الذهبي وحولي إن عائشة أفقه نساء الأمة عائشة وحول النساء ومضة المسيح محال الله دمر كذا ناكتا وقوع قوانت بضان واي إمام الزركشي في كتاب المعتبر وحولي إن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كان يسألانها في مسائل فقهية عديدة وحلي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يا سيدنا علي بن ابي طالب عائشه يقول ما انجرين اما طلب يسود رجلين وحي اشكال قال اما فقهيا ومسائل فربضنا عائشه رضي الله عنها بين بحال الله ويدين جرين او يقدم بين جرين وحيل عائشه رضي الله عنها وارضاه ان الايه كانت تنزل علينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحفظ حلالها وحرامها وامرها وزاجرها ولا نحفظها ولا نحفظها وحلينا عايش وحلي حسنة والسلام وحبك آيات كسوة دكتور وحن حفظين جرني وحي حرارة قطع اللغة وحي حرارة قطع اللغة وحي أمر قطع اللغة وحي ماني يا يدي ويزو ما نحفظين جرني معنا حفظ أسئلة مجد إلا عني وحرور جرني معنا دتكم مرك خورة انت آياتك وعمل فلان بيهدنا محال الله عايش رضي الله عنها وارضها أهل العلم وحيليهم مسندك عايش رضي الله عنها وارضها وحقصوا أروري لبقن إيا لبقل يتوان حديث با لوريي عايش لوريي صحيحين كوحي سواسا عرين مالي لابا بقول إيساقاشن يتضبع حديث بخاري يا مسلم وحي سكوا وافقين بقول يتضبعاتن يأفر حديث بخاري وحيو لكرين نغضي بأربعة أكمتن يأفر حديث مسلم وحيو لكرين نغضي لحذن إيساقال حديث سبحان الله ولذلك عايش رضي الله عنها وأرضها وحي إيمان إيسامر كمحالة من المكثرين كوهم على حديث بدن ورييي وان شغلي ابو هريره انو هريو وحا كميدا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وحا كانتو كميدا عبد الله بن عباس وحا كانتو كميدا ابي سعيد الخدري وحا كانتو كميدا عائشة رضي الله عنها وارضاه ولذلك واتي شاعر كولها ملك المكثرين تضبط احاديث ورييي سبع من السحب فوق الالف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا وابن عمر كذا ابن عمر كذا ابن عمر معنا يذكر حديث سلام كوي تضوى على الشيخ والمكثرين معنا أنت حديث فرب دوسين أبو هريرة عبد الرحمن الصخر دوسين سعد ابن أبي وقاص جابر عبد الله بن حرام أنس بن مالك عائشة رضي الله عنها وارضاه عبد الله بن عباس يا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ولذلك مركا كشاكين عائشة رضي الله عنها وارضاها مركا انتاس او محال الله فضل قاس اي وراقاس اي خير كاسي محال الله الهي سبحانه وتعالى الهي با سبحانه وتعالى اوسي مركا واحد مركا اركيسا عائشة رضي الله عنها وارضاها ايثار كذي وراقل بل في هذه قصة مركا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لتوريي سيدنا عبد بكر او عمر رضي الله عنه اسو ثلاثه واحد كانيا وامامه ايا توري لو دفت علاش ابو لول المجوسي او سيدنا وا دعاي والي ديق با كسودو عبد الرحمن بن عوف با سو هرمري ودلك ما استري كدي وا لا قاداي غريسي با لغي اومدي دان باتيمت علي رضي الله عنه والله بايمت نيم ولبا اماني وا لا شرفي او لي ما حال لهاي وناغه او غيستي او لي هني الله
markaas waxa la yiri abu dadani way wani wani geeris way qana waxa uu ku yiri wiilkiisii buu u dayay wuxuu ku yiri Aisha u tago waxa tar Umar wuxuu la hadhin wali waxa uu ku yiri waxa tar Umar baa ku soo salaamay hadhi amir almu'minin la hadalo sarirtan saaranahay maxaan lahay wax amir almu'minin taraf falan kuma hayo anu ma tabir shuf nikaas ilaahay sharafay wuxuu anoo dma wuxuu ruu amir almu'minin waxba farq kuma hayo u tago waxa ku tira Umar wuxuu ka dalbaya in labada saaxiibo nabi sallallahu alayhi wasallam ilaa qolkiida askareed iyo Abu Bakar abtisa laygu aas ilaa guriga qolkiida askareed milkiiskiida askareed marka waa u galay buuri iyadoo ooyneysa waxa inuu Umar waa ku soo salaamay wuxuu ka idin dalbaya in qolkaasi lagu aaso aashada Allah Allah sharafkeedii wanaageed waxay tiri Abdullah ibn Umar aniga maxaa lahayay riwaayad qarood Abdullah ibn Umar bay sheegay qarna waxa leen nin leeyahay Umar ibn Maymun al-Azdi awdi radiyallahu maxalla Umar ibn Maymun al-Awdi buu u diray uu ku yiri u taga waxa tiraada in qolka laygu aaso hadaan dhinto iyo galaw waxay tiri qolkan ana isu diyaar booskan banaan ana isu diyaarinay oo waxaan islahaa bay tiri hadii tii rabay ku tubaado ila nabi sallallahu alayhi wasallam oo ninkeediya iyo abeehad baa ku duugan in laygu dal dhacaaso ayaan jeclaa laakiin waxay tiri maanta la uuthirannahu waxay tiri maanta laakiin Umar baan siinaya sidina Umar radiyallahu anhu waardaa waa loo keenay waa loo sheegay aad buu ugu farxay markuu wuxuu yiri baa leeyay war marka hadii tii rabay ay timaado aan dhinto haddana mar labaad ku dhaqdo ila qof ibn aadam qof markuu nool yahay wax laga yaabo inuu ka xishoodo laakiin maadaama hadda nintay oo wax laga rajaynayo uusan jirin waxay tidhi ku noqdo mar labaad idin warsada in maxaa la lahayay in meeshi laygu aaso sidii baa la yeelay sidii Umar markuu Umar dhintay haddana mar labaad baa idin loogu tagay waxaan leeyahay sidii Umar wuxuu yiri maxaa la mar labaad idin la weydiyo waa la weydiyay caashir Allah waxay tidhi ani waxay tidhi horaa u bixiyay tidhi mu'mina hadalkiisa mar buu dhaca markii oo nafteeda la rabay waan u sheegay laakiin markuu ii weydiistay in lagu aaso waan ogolaaday sidii aan u bixiyay baa maxaa lahayay aan u bixiyay markaas radiyallahu anhu wa Allah markuu waxay rabtaa maxaa lahayay inay dadka tusho qofka muuminka daaimaa roobada wuxuu balan qaado maxaa lahayay inuu fuliyo walidalika sayidina Abu Bakr radiyallahu anhu wa Allah na sayidina Umar radiyallahu anhu wa Allah meesha ayaa lagu aasay waxay yiraahdeen waagi hore markay salaamayso ilaan maruun baa dhexdooda u yaalay oo dhinac kale ka saaxanyay qolka markay aabaheed iyo ninkeedo ay maxaan lahay oo ma ayan dabo isdabo la jirin laakiin markay sidina Abu Bakar Abu Umar radiyallahu anhu waardaho maxaan lahay lagu aasay waxay yiraahdeen wax riwaayay waxay leeyeen marada ay xiranaysay oo nabi sallallahu alayhi wasallam ay salaamaysay oo waxay salaamaysay aabaheed kadib Umar radiyallahu anhu waardaho ayay salaamaysay hadhi zawjatu nabiyina alayhi salatu wasalam hadhi umul mu'minina aisha radiyallahu anha waardaha waxa wayan hadalada qiimaha badan ee laga wareeyay waxa kamida makarimul akhlaaq ma dhaqanka wanaagsan waa 10 wuxuu yiri sidqul xadiith in qofku run uu sheego sidqul baasi marka dhibaato uu qorku sheego ada amaanad oo la guto qaraabada la xiriiriyo qofkii waa aqbaal ku galay amaanka loo gudo wanaaga oo la faafiyo maxaa lahay ninka jaarka oo maxaa lahay la wanaajiyo maxaa lahay ninka saaxiibka oo maxaa lahay la wanaajiyo martida oo la marti sooro maxaa lahay waxaan ugu sareeyay xaya qofku u xishoodo hadii zawjata nabiyina alayhi salatu wasalam ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sharfay oo weyneeyay oo ilaahay uga dhigay zawjata nabiyina alayhi salatu wasalam oo adduunyada iyo aakhira walidalika imam xallaha maxamuud caqaad wuxuu dhigay kaatibka wuxuu leeyahay inna ghazarata al-idra'i wal-ilmi bayyinatun min lughati sayyidi aisha radhiyallahu anha zulubiya fi kulli ma nuqul uli aqoonteedi cilmigeedi maxallaha salaasad luqadeedi iyo qiimaheeda waa ka muuqataa bulay wixii ay warnaysaa oo macna qof luqada carabiga aad taqaan oo ma sha Allah oo aad fiqi iyo cilmi uu sii ilaahay uu siibin marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan warsanaynaa fi yawm al-qiyama inuu ilaahay uu nagu la kulmiyo sayyidina aisha radhiyallahu anha waardaha zawjata nabiyina alayhi salatu wasalam iyo nabigeena muhammad alayhi salatu wasalam iyo mu'miniinti saalixiinti fi daari karaamatihi wa mustaqarri raxmatihi inuu ilaahay nagu kulmiyo ilaahayna subxaana wa tacaala saalixiin naga dhigo intaan ku kulmi doono kelimo kaleeto waxaan idinkaga tegayaa fi xifdi illaahi caza wajalla wa ricaayatihi wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.